شوف الحاله دي بقى هنا ده عيش، دي التورته، التورته ده عيش، دي التورته ها. اه العيش قطعته شرايح كده زي الكنافه، حلو حلو، وهيتحمر في قلب الزيت، حلو، ورشيت عليه بقى كمون، ده شويه كمون وشويه بابريكا، بابريكا وهنزله في الزيت عشان الناس تبقى عارفه برضه، يعني احنا قطعنا العيش الابيض الشامي ده وعليه شويه كمون وشويه بابريكا، وعليه شويه بابريكا. حلو، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب قالب التورتايه اللي هو قالب التشيز كيك، ده تشيز كيك فعلا. خد بالك، شوف بقى الابتكار، شوف لما تكون شاطر في شغلك وتبدع. الله اكبر، ادي القالب اهو، ايوه، مع الساده المشاهدين، ونبدا نرص طبقات من الخضار وطبقات من الرنجه، واحنا شغالين مع بعض كده لغايه لما مخرجنا الجميل يقول لنا وقتكم خلص. ماشي، عشان كده سايبها للاخر، ترتيب الوقت مهم، مهم جدا، التنظيم، التنظيم، التنظيم. ادي الرنجه، شرايح الرنجه جميله اهي متفصصه، وتاخد دلوقتي رشه زيت الزيتون مع الليمون. الزيت الزيتون برضو بيدي طعم لوحده كده للاكل جميل، طبعا كل ما كان طبعا فريش وطازه ونوعيه كويسه كل ما كان ايه طبعا افضل. نيجي في القالب ده كده، ايه دور بقى الليمون تاني غير ان احنا نحطه في المقله كده؟ غير ان هو يشيل الزفاره، بيدي طعم كمان مختلف. الليمون بص يعني سبحان الله كلها في الحلويات داخل، في الطهي داخل، في الحوادي داخل، في الحلويات كل حاجه. صحيح صحيح، لان بيلعب دور كبير جدا في انسجام الشربات. يعني ايه انسجام الشربات؟ لما تيجي تعمل شربات الكنافه، شربات السمبوسه، البسبوسه، شربات القطايف، ليمون، لازم ليمون على السكر. ليه؟ عشان يقعد معاك ده خص، يعني ليمون على السكر. يبقى التورته بديناها ان احنا نحط الخص الاول. خص. يبقى الارضيه بتاعت التورته خص. خص، حلو عليك، شفت الجو ده كده؟ بيدي شكل كده خالص، من غير اي حاجه خالص خالص، متقطع كده، متنضف كويس ومغسول كويس، لان اي حاجه هنحطها فوق الجوس هينزل على الخس. فهو مش ناقص تتبيله، هي هتمز مع بعضيها، هتند بعضيها. حلو حلو الكلام. ناخد الرنجه وبنسيب بقى هناك العيش اللي موجود في المقله هناك كده، هو وال العيش ده هيتحمر، والكمون ده. نسيبه وقت قد ايه بقى؟ بس يتحمر كده، يبقى زي الشعريه، زي الشعريه، بناخده بنحطه بنرصه مع الرنجه. شفت بقى؟ ايوه، تسمع القرمشه بقى زي طبق الفته كده. يا سلام، اختراع. اختراع بصراحه. شوف ده كده شكله حلو. ناخد العيش ده نخليه كده على جنب. ده ابن حلال يا عم كريم والله. اشكرك يا شيف والله، انت اللي مميز والله. لو انت ما بقتش كنت مراسل وشاطر وتحب شغلك والجو ده، كنت تبقى ايه؟ كنت احب ابقى طيار. طيار تطير برضه في نفس أطير. المجال برضه على فكره. لا بس انا بحب شغلي جدا من زمان، من وانا صغير يعني. فكره المراسل وان هو ميزه شغلانتنا هي شغلانه مش روتينيه. فانت بتقدر كل يوم تقابل ناس مختلفه وافكار مختلفه ومواقف مختلفه وحدث مختلف، فما تزهقش ابدا ابدا. وكل يوم فيها حاجه جديده وفكره جديده. والشطاره انك في كل مره تعمل حاجه مختلفه من نفس الحاجه اللي عملتها قبل كده. دي شطاره زي الاكل. الشطاره انك تعمل هو لسه كنت هسال. العب يا سمك، البنجر ده بقى. نقول للناس بقى احنا عملنا ايه بقى؟ وده خس. حطينا الخس الاول، الاول خس، وبعدين العيش اللي حمرناه. وبعدين ايوه، وبعدين شويه بنجر، شويه بنجر، شويه جزر، وشويه جزر. ده اكله على فكره صحيه جدا. وادي الخيار المبشور وخيار كمان. شفت الجو ده كده؟ حتى شكلها جميل جدا فعلا الشكل ده كده اهو. بعد كده نحط ايه؟ رنجه برضه. الرنجه، ما هو ده الاسم، هي تورته الرنجه. ادي الرنجه، يعني الرنجه بنحطها على الوش كده، على الوش في الاخر خالص. قطع دول كده. قريبه من سلطه الرنجه ولا حاجه مختلفه؟ ادي هي سلطه الرنجه بشكل مختلف، بشكل مختلف، بس ده بمكون مختلف. وبطريقه غرف مختلفه. يا سلام. ما هي فعلا لو شكلها مختلف وجديده هتتاكل احلى. وادي زيت زيتون عليها. زيت زيتون صحي برضه. طبعا اهوت عصره ليمون عليها، تغذيها بشويه رنجه، بشويه طحينه. طحينه، شفت بقى التركايه دي؟ طحينه اهي تتحط بالشكل ده. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه دي كده، بص على الحلاوه. ده روزماري. اوكي. تاني كده. وترش كده الطحينه. اهو دي ده روزماري. وخليه تاني في الطحينه، هحتاجه تاني. شوف الحلاوه دي كده بقى، بص على الحلاوه دي، بص على الحلاوه دي، هو ده يا سيدي. صور الحدث ده، عينيا صور الحدث ده. نقل الحدث وجمال الحدث، وجمال الحدث. ده خص، وخص تاني من فوق. الحس تحب البصل الاخضر في المكان التقطيع زي ما هو. المكان اللي انت شغال فيه ده هو نفسه.
احنا عملنا نفس الفكره برضه، نفس الفكرة. بدل ما كان المكونات كلها لوحدها، ايوه احنا جينا قطعناها اهو وظبطناها وعملناها بشكل حلو في طاجن واحد، في طاجن واحد اهو. وادي البصل الاخضر. انا اعتقد اللي يشوف المنظر ده حتى لو ما بياكلهاش هيجربها. شوف العيش بقى هنا اهو، واضغط كده بالراحه اهو كمان مره العيش هنا كده انت الله بيديه كده كمان شويه العيش دول كده. لا انت مش محتاج لاي حاجه، دي بتاخد منها كده تقطعها زي التشيز كيك كده بألف هنا وشفا من الطبق على طول، تحط في طبقك وتاكل على طول. ونشيل كل حاجه من هنا عشان مخرجنا عايز ياخد صوره حلوه، لازم صراحه يطلع له صوره مختلفه. ناخد حبات الجنجه دي كده نقطعها وملونه زي شم النسيم كده، والالوان الالوان هتجي لك الوان شم النسيم، وده كله من خير ارض في الاكل، ده كله من خير ارض الحمد لله. ادي بص البنجر جنب البنجر بتحط هو ده الجزر. نرسم لوحه، هو دي لوحه فنيه حقيقي، لوحه عينيا حاضر حالا دلوقتي اهو. ايوه شوف جازي كمان اهو ايوه يعمل لنا لوحه خاصه شفت الجو ده كده طبعا برضو الخاص كده بسرعه عشان مخرجنا عايزنا نخلص. اوكي ايه رايك في البنيو بتاعنا النهارده؟ لا بصراحه هو ميزته ان هو يرضي كل الاذواق يعني اللي هياكل رنجه بطريقه مختلفه دي هياكلها واللي هياكل فسيخ في السمبوسه واللي هياكل فراخ كاري لوحده. ايوه مظبوط. يا ترى بقى نقدر نحط جنبه ان احنا شم نسيم نلون البيض البيض ونلونه نلون البيض ده طبعا دي حاجات دي حاجه اساسيه في شم النسيم الالوان والبهجه نروق الدنيا. ايه رايك في الكاري بتاعنا؟ لا اولا زي ما قلت لك ريحته جميله جدا حبيبي وشكله حلو فعلا حقيقي يعني وجواه مكونات كتيرة حلوة. عايز من كريم بقى يوصف لي السفرة بتاعتي دي النهاردة بموجز الحدث. موجز الحدث من قلب الحدث اوصف لي الحدث. قول لي عايز ديوريشن قد ايه؟ شفت بقى الدقة ايوه لا المخرج اللي يقول المخرج اللي يقول عايز ديوريشن قد ايه؟ المخرج اللي يقول لا يعني اوصف الحدث من جوه هنا من جوه هنا حلو. احنا دلوقتي هنا مع الشيف مغازي كويس وعملنا النهارده اكله خاصه بشم النسيم ويمكن الخاصه كمان فيها ان هي معموله بطريقه مميزه تورته خاصه بالرنجه. يعني ايه تورته؟ تورته اقول لك نسمع حلويات هنشوف تشيز كيك لا ده احنا حطينا شويه خضار وجزر وخيار البركه وبنجر البركه أي. تطلع بالشكل الرهيب ده وجنبها بقى ايه شويه سمبوسك مهم جدا بقى سمبوسك الفسيخ. يعني عمرنا دايما ناكل فسيخ بالجبنه بناكل فسيخ باللحمه لكن فسيخ بالفسيخ سمبوسك بالفسيخ دي ده اللي ما شفتوش ابدا بجد ما شفتوش قبل كده. ده بس تحكي لوالدتك يعني هي طبعا عايزه تعرف الموضوع ده لازم تحكيها. ده الكريم شانتيه ده صوص الفراوله اللي هو الطحينه اللي هو الطحينه بتاعتنا احنا ايوه ده الاهو. واللي مش هياكل دول هياكل الفراخ بالكامل. شيل دي كده بقى بص على الحلاوه دي كده بص على الحلاوه رهيبه. بص الصوره الحلوه تعني مليون كلمه بس الكلام ده على القناه الاولى العب هو ده هادي. الالوان عشان شم النسيم اخضر وبرتقاني واحمر ورنجه يعني كل حاجه موجوده هنا في التورته بتاعتنا. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد باقل تكلفه ممكنه.